المرشح الأول سعد المباركة حيز التجمع الوطني للأحرار، المرشح الثاني عبد الصمد أبو زهير عن حزب العدالة والتنمية، المرشح الثالث فاروق النهداوي عن حزب فيدرالي الاتصال الديمقراطي، والمرشح الرابع هو ياسين كوناتي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وبعد فرز ما مجموعه حوالي 70% من الأصوات، يعني هذه النتائج هي مؤقتة في انتظار استكمال عملية الفرز، وكذلك في انتظار استكمال عمل اللجنة للإحصاء اللي هي موضوعها على مستوى عمل الرباط. فالنتائج المؤقتة هي على الشكل التالي: عدد المسجلين هو 179,036، عدد المصوتين بعد فرز 70% هو 7,524، يعني عدد المصوتين غير تغير مع التطور ديال الفرز. عدد الاوراق الملغاه بين 7,524 الى 1,217، يبقى عدد الاصوات المعبر عنها هو 6,307، نسبه المشاركه مؤقتا وصلت 66%. بعد توزيع هذه الاصوات المعبر عنها نحصل على النتائج التاليه، يعني بعد 70% من الفرز حصل حزب التجمع الوطني للاحرار في شخص سعد بن بارك على مجموعه 46 قصيده 42% من الاصوات. حصل حزب العداله والتنميه على مجموعه 15 قصيده 49% من الاصوات. حصل حزب الفيدراليه اليسار الديمقراطي على 8 قصيده 42% من الاصوات. حصل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه على مجموعه 29.67% من الاصوات المعبر عنها. اذا في انتظار استكمال عمليه الفرز وكذلك انتهاء اشغال لجنه الاحصاء الموضوع على مستوى عماله الرباط سنوافقكم بالنتائج النهائيه لاحقا. وشكرا. وصلنا حاليا حوالي 91% من الفرز، يعني فقط 1%. لا توندونس بصفة عامة بقات هي، ما كاينش واحد التغيير اللي هو كبير. إذا فالأشغال تاع اللجنة ديال الإحصاء على مستوى عمل الرباط فهي مازالت مستمرة، فالنتائج هي تبقى دائما مؤقتة في انتظار تأكيدها من طرف لجنة الإحصاء التي يترأسها السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط. فإذا النتائج المؤقتة هي على الشكل التالي: حزب التجمع الوطني للأحرار حصل على 48.36% من الأصوات. حزب العدالة والتنمية حصل على 14.92% من الأصوات. وحزب الفيدرالية اليسار الديمقراطي حصل على 8.66% من الأصوات. فيما حصل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على مجموع 28.06%. فهي أكررها نتائج مؤقتة شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.